السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة أو درس جديد على قناة بيرو. قبل ما نبدأ يا ريت ما ننساش الصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأن نذكر الله لا إله إلا الله. يا ريت ما ننساش نعمل لايك وشير للفيديو، ده أهم حاجة، ومتابعة للقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد القناة. يلا بينا. بعد الانتهاء من الفلتر قبل وبعد هنبدأ بالإيديت. هنروح على أول صفحة وهي صفحة الإضاءة. هخلي الإكسبوجر سالب 1/10، الكونتراست هنخليه موجب 5، الهايلايت هنخليه سالب 10، والشادو 34، والوايت هنخليه موجب 8، والبلاكس هنخليه سالب 27. هنروح على صفحة الألوان، سوري، هنفتح صفحة الكيرف، هنخلي الكيرف زي ما انا عامله كده بالظبط. هقربك عشان تشوف الصورة أوضح. ننزل دي سنة تحت كده، نكون انتهينا. هنعمل دن ونروح على صفحة الألوان. هخلي التمب موجب 5، التنت هنخليه 0، الفيبرانس هنخليه موجب 8، والستوريشن موجب 5. هنروح على صفحة الميكس، وأول لون هو الأحمر. هنسيب الهيو زي ما هو، ونزود الستوريشن لموجب 54، والليمنس هنخليه سالب 62. هنروح على اللون البرتقاني، هنخلي الهيو سالب 12، والستوريشن موجب 10، واللومنانس هنخليه موجب 48. هنروح اللون اللي بعده هو اللون الاصفر، هنخلي الهيو موجب 7، الستوريشن هنخليه سالب 100، واللومنانس هنخليه سالب 9. هنفتح اللون الأخضر، هنخلي الهيو موجب 5، والستوريشن سالب 66، والليمنانس موجب 55. هنروح على اللون الأقوى، هنخليه الهيو سالب 35، والستوريشن سالب 70، والليمنانس موجب 38. اللون الأزرق هنخليه سالب 29 الهيو، والستوريشن سالب 31، والليمنانس سالب 35. نروح على اللون البربل،
أو درجة من درجات الموف. هنخلي الهيو سالب 47، الساتوريشن 56، والليمنانس موجب 40. معذرة. اللون التاني المجنتا هنخليه سالب الهيو سالب 32، ساتوريشن موجب 38، والليمنانس سالب 26. هندوس دن ونروح على الصفحة اللي بعدها. هنخلي الكلاريتي موجب 30، الديزي هنخليه موجب 20، ونروح على الصفحة اللي بعدها هي صفحة الديتيلز. هنخلي الشرب موجب 58، والنويز ريدكشن هنخليه موجب 10، والكلر نويز ريدكشن هنخليه موجب 26. كده نكون انتهينا من عمل اعدادات الفلتر. هنعمل كرييت للبريست وهنسميه او اسم الحلقة بلانكي. بيرو. بريست. غضا. نعمل سيف. وبكده يكون الفلتر بقى موجود عندنا على التليفون. تمام. ما ننساش طبعا اللايك والشير للفيديو عشان الدعم، ونفعل زر الجرس لو انتم مشتركين، ولو انتم لسه اول مرة تشوفوني ما تنسوش سبسكرايب. كده نكون انتهينا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.